تعالى هنقول لك 10 فوائد لزراعة القطن بالشتلة: التغلب على مشكلة ميعاد الزراعة والزراعة في المواعيد المناسبة، توفير فترة بتتراوح بين 4-6 أسابيع ممكن يتم فيها إعداد وتجهيز الأرض للزراعة، وتفضل الأرض بور لفترة زمنية لأن ده هيؤدي لراحة الأرض وتهويتها وتشمسها، وإننا ندي فترة للمحصول الشتوي يوصل لتمام النضج والحصاد لمحصول القمح، وكمان الحصول على آخر حشى للبرسيم. التغلب على الإصابات الحشرية والمرضية اللي بتصيب البذرة والبادرة في أثناء طور الإنبات وأطوار النمو الأولى. التوفير في استخدام التقاوي والتوفير في مية الري. استخدام بعض المعاملات الزراعية من تسميد ورقي أو عناصر أو منظمات نمو بيسهل التعامل معها في المشتل بكميات أقل وكفاءة أعلى. مقاومة الحشائش وضمان الحصول على زراعات بالكثافة النباتية المناسبة واللي بتقل فيها نسبة الفقد، وده من الأسباب الرئيسية في قلة المحصول، والوصول لعدد النباتات الأمثل لوحدة المساحة. التوفير في كميات السماد المضافة لوحدة المساحة. إمكانية استخدام بعض المعاملات الخاصة على تربة المشتل لتحسين حالة النمو.